عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جبنا معانا كيس واحد كده من الاندومي، وهنعملها بطريقه سهله وبسيطه وسريعه وجميله جدا. ومن كيس واحد بس اندومي هنعمل اكله هتكفي كتير جدا. حط بس لايك للفيديو كده على السريع، سبسكرايب للقناه، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدا بقى وصفتنا. الوصفه جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. اول حاجه المقادير بتاعتي هي كيس اندومي واحد بس، مش اكتر من كده. كل اللي هعمله ايه؟ هاخد معايا التوابل والبهارات اركنها على جنب دلوقتي، وهناخد معانا الاندومي هبدا ان انا اقطعها كده اقسمها على البعض بس كده مش اكتر من كده. شكرا ليها، هنحطها على جنب لحد ما نخلص بقيه لحد ايه ما نوصل للمرحله اللي احنا هنحط فيها الاندومي عليها على الميه المغليه. بقى كده يعني نص بصلايه او بصلايه كده صغيره، وهنزل عليها بشويه صغيرين جدا من الزيت. نقلب بقى كده الكلام ده كله. بمجرد بس البصل ما يطلع الزناخه بتاعته وخلاص كده، ويبدا ان هو يستوي معايا، هنزل عليه بقى باقي المكونات. الوصفه سهله وسريعه وجميله جدا ان شاء الله تعجبكم. هاخد بقى معايا بعد كده ايه؟ الجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى قد ايه فوائد هتديها لابنك او لبنتك، يعني هما بيحبوا الاندومي، احنا بنديها لهم بالطريقة اللي تناسبنا احنا. بصي بقى انا بحب ان انا اقطعها طويلة كده مع الاندومي، عشان الولاد لما يجوا ياكلوا الاندومي بالشوكة وهما بيلفوها ياخدوا معاهم كمان ايه الجزر. لكن لو عملتها لهم اللي هي المبشوره الصغيره دي هياكلوا بالشوكه، ومش مش هتيجي معاهم باقي الاندومي باقي الجزر وباقي الخضروات بتاعتنا كده. بمجرد ما اخدت معايا تشويحه هنزل بقى بالفلفل الالوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفه دي يعني من اسهل وابسط. هحط اهو معلقه من الصلصه، معلقه واحده بس مش اكتر. بصي بقى برطمان الصلصه بتاخدي منه بالمعلقه، وايه وانا حاطه فيه زيت اصلا عشان ايه ما يبصش مني، والمعلقه تكون نظيفه وتكون ناشفه، دي اهم تركايه في برطمان الصلصه معاك. نقلب بقى الكلام ده كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى الكلام ده كله مسك مع بعض ازاي. نجيب بقى دلوقتي الميه، الافضل طبعا ان هي تكون ميه مغليه، بس يعني لو مفيش ميه مغليه مفيش اي مشكله، نقدر نضيف اي حاجه احنا حابينها. انا مش عايزه اكتر الميه، عايزاها تكون يا دوب على قدها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاها تكون يا دوب على قد الوصفه بالكامل، ما تكونش زايده عنها ولا اي حاجه. لو عندك طماطم قطع تقدري تستبدليها، هتكون برضو لذيذه معاكي جدا وجميله. هاخد بقى دلوقتي رشه فلفل اسمر، هاخد رشه قرفه، رشه بابريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البابريكا دي اللي هي الفلفل الاحمر الحلو المطحون. نقلب بقى كده ايه الكلام ده كله، ونسيبها بقى تغلي معانا. بقى حابين بهارات الاندومي تقدروا تضيفوها، مش حابينها ومش حابين تعملوها براحتكم. ممكن نحط نص بس، نص الكميه بتاعت التوابل مش اكتر من كده بس، والباقي ايه الباقي مش محتاجينه لان احنا ضفنا التوابل بتاعتنا وملحناها تمليحه كويسه. هناخد بقى دلوقتي معانا الاندومي نفسها، وايه وهننزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
خلاص بقى كده هنغطي عليها ونسيبها تستوي معانا. بس ايه، حاول ان احنا نفكها بس كده عشان المية تغطيها، او ان احنا نزود لها مية تانية. انا مش حابة ان انا ازود لها مية تانية، انا هغطيها وهقلبها كمان ثانيتين بالظبط، ارجع اقلبها تاني وتشوف كده بقى ايه. اكيد مش هتحتاج معانا سوائل تانية. لو انت حابة ان انت تعمليها بشوربة اهي فكت معايا، لو انت حابة ان انت تخلي شوربتها كتير براحتك، يعني دي برضو في الاخر حرية شخصية. بصي بقى، هي بمجرد بس ما فكت معايا كده هقول لكم على تركيه هعملها عشان تستوي معايا كلها، تاخد نفس التركيه وتديني برضو النتيجه المطلوبه. دلوقتي بقى عندي كده ايه، اهي بدات تستوي معايا. عندي هنا بيضايه هبدا ان انا اخلطها كده مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ انا ايه لسه ما ملحتهاش، هديها سنه ملح خفيفه. خد بقى معايا تمليحه كده ايه خفيفه جدا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنروح مقلبين بقى كده ايه الكلام ده كله. بسم الله. ونروح بقى هنساوي بقى كل الاندومي بتاعتنا، ونروح ايه نازلين بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ونروح منزلينها كلها. دلوقتي بقى هجيب معايا شويه جبنه موتزاريلا، ودي طبعا اختياري مش اجباري. تبدأ ان انت ايه تحطيها كده على الحله بتاعتك من فوق، او على الاندوم يعني من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليه مش عايزه احط في الحروف؟ عشان بتلزق من الحروف. غطيها بقى كده لحد ما تسيح معاكي اهي. نغطي بقى بالشكل ده كده، نحاول بس ننزلها تحت بحيث ان هي تسيح معانا، وما تيجي تطلعيها تلاقيها بتمط معاكي. بصي بقى الجوانب دي، نبدا ان احنا نقلبها كده اهي. برضو ايه عشان تطمني ان السوائل بتاعتها واصله فيها كلها، وان هي مش هتلزق معاكي ولا حاجه. بصي بقى احلى طبق اندومي ممكن تاكليه اهي كده، هتلاقيها ايه ساحت فيها كلها. خلاص كده بمجرد البيض ما استوى معانا، هنبدا بقى ان احنا نطفي عليها. انا هطفي عليها وهغطي كده بحيث ان هي كلها ايه تشتغل كده مع بعضها، وتبدا ان السخونيه تشتغل وتسخن معايا الجبنه الموتزاريلا، فالموتزاريلا تسيح معايا. دلوقتي بقى اتعملت معايا وبقت بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده كده. بصي بقى كلها قيمه غذائيه وفوائد، بتمنى بقى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. لو انت بقى من محبي الاندومي وبتحبي جدا الحاجات المغذيه، بصي بقى دي ما فيش احسن منها. خدتي التغذيه بتاعتها وخدتي البروتينات كمان منها، واولادك كمان هياكلوا البيض حتى لو ما بيحبوهوش هياكلوه في الوصفه دي. بصي بقى قد ايه قيمه غذائيه وحاجات جميله جدا. عايزه اقول لكم شكلها بصراحه يجوع والله. بتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوها. لو عجبتكم ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.